وضمن عنوان الحلقة سباق النوهاو بين شركات الأسمدة كما كلنا قفدة في الهواء، لأننا رأينا النتائج المخيبة للأمال في مجال المحاصيل البستانية وحتى الحقلية، كان ينبغي أن نلتقي أستاذ تغذية متخصص وله رؤية فنية في تغذية النبات ورفع مناعة النبات. يسعدني في هذه الفقرة أن ألتقي الأستاذ الدكتور عادل عبد الخالق، أستاذ تغذية أو أستاذ كيمياء تغذية النبات بالمركز القومي للبحوث والعضو المنتدب لشركة إيفرجرو للأسمدة العضوية وكبير المكتب العلمي الفني في مجموعة إيفرجرو للأسمدة المتخصص. أهلا بحضرتك يا دكتور. أهلا بك يا فندم، كل سنة حضرتك طيب. في برنامج الأرض من 3 شهور عملت حلقة من معرض في دينا المعداوي سميتها سباق النهاو بين الشركات، وكانت قبل موسم تزهير الفاكهة خاصة الزيتون والمانجو والموالح والرمان والنخيل، ودي كلها محاصيل أصيبت بانتكاسة بسبب التقلبات المناخية ضمن ظاهرة التغيرات المناخية. وجدنا أنه السباق الرهيب بين الشركات اللي سموه النهاو النهاو طلعت فعلا قفزة في الهواء. فحضرتك كأستاذ تغذية نبات أو كيمياء تغذية نبات، حاجة متخصصة قوي، أنت شايف أنه شركة إيفرجرو كقلعة من قلاع صناعة الأسمدة في مصر والشرق الأوسط عليها مسؤولية اجتماعية ومسؤولية سياسية ومسؤولية إنسانية في التوجه نحو صناعة الأسمدة التي تحتوي عناصر ترفع مناعة النبات، إزاي ده يقدر يتم يحصل؟ وشوف أقول لحضرتك حاجة، هو علم تغذية النبات تقدر تسميه علم صناعة تغذية النبات، حوله للصناعة هو الآخر. يعني النبات علشان يشتغل عملياته الحيوية أو عشان يعبر عن سلوكه الوراثي فبيقوم بمجموعة من العمليات الحيوية. هذه العمليات الحيوية ليها متطلبات مناخية أو بيئية معينة، علشان كان زمان، أول أنا فاكر من 50 سنة أول محاضرة خدتها في الوراثة كان يقول لك الفينوتايب اللي هو الشكل الظاهري بيساوي الجينوتايب زائد الإيكولوجي، يعني بيساوي الحاجة الوراثية اللي عندك بتفاعلها مع البيئة. وبالتالي أي مكون وراثي ممكن يظهر سلوكيات مختلفة في بيئات مختلفة، وهو ده اللي بيحصل في النبات دلوقتي. أنت النبات علشان يقوم بعملياته الحيوية وينتقل من مرحلة النمو الخضراء إلى مرحلة التزهير ثم النمو الثمري محتاج درجات حرارة معينة، وينتقل من مدى حراري معين إلى مدى حراري معين. حصل لخبطة في العمليات الفسيولوجية دي، بينتج عنها أنه المواد الحيوية اللي بتتكون اللي من أهمها المنظمات النمو أو الهرمونات النباتية الطبيعية اللي بيكونها عشان ينتقل من مرحلة إلى مرحلة بتحصل فيها لخبطة. وهنا عشان تقدر يعني تتغلب على هذه المشكلة مطلوب التدخل، إنك أنت تدي هرمونات معينة أو منظمات نمو معينة، أو إنك أنت تحرم أو يعني أو توقف نشاط هرمونات معينة تكونت بدرجة كبيرة لأنها عملت خلل داخل النبات. وبالتالي هنا اللي عايز يشتغل تغذية نبات لابد أنه هو يكون ملم وعلى دراية عالية جدا بفسيولوجي النبات، وفسيولوجي النبات اللي هو زي ما قلت لك سلوكيات النبات تحت الظروف المختلفة من عوامل الإجهاد، من حرارة، من عطش، من ضوء، من شمس، من اي نوع من اجهاد نتيجه الاسراف في استخدام نوع معين من الاسمده، من الاسراف في استخدام نوع معين من المبيدات. لابد انه اللي عايز يشتغل في الاسمده واللي عايز يصنع اسمده، واصبحت العمليه ما بقتش العمليه بقت تقليد، هو انت بتعمل يوريا فكله يروح يعمل يوريا، بتعمل سلفات بوتاسيوم يروح كله يعمل سلفات بوتاسيوم. هنا عمليه التخصص وانك انت تعمل مركبات متخصصه تصلح مسار النبات الفسيولوجي علشان يا إما يكون قادر على تحمل أو مجابهة ظروف بيئية معينة، أو أنه ينتقل من مرحلة إلى مرحلة بسلام
او انه انك انت بتحسن في الاخر الانتاجية وبتحسن جودة الثمار والمواصفات بتاعتها. طب الكلام ده حضرتك لو انا جيت اترجمه عمليا في ايفر جرو، هل يا ترى ايفر جرو عندها استعداد تعمل ريبيلدينج او إعادة تركيبة لمركباتها أو مكوناتها أو أسمدتها زي اللي هي التابول محفوظة عندها سلفات البوتاسيوم 0050، يعني مفيش نيتروجين مفيش فسفور هو بوتاسيوم 50، هل ممكن نعمل أديتيفز أو إضافات على سلفات البوتاسيوم على أساس برضو أنها تقوي مناعة النبات بتريسز أو بنسبة مغنيسيوم أو بشيء؟ هو بالتأكيد بالتأكيد أنت يعني مطلوب أنك أنت دايما تطور في اسلوب الانتاج بتاعك، سواء بانك انت وده حصل في ايفر جرو. يعني ايفر جرو لما ابتدت في صناعه البوتاسيوم هي ابتدت بصناعه البوتاسيوم الذواب، واول ما ابتدينا بصناعه البوتاسيوم الذواب ومن رؤيه ايفر جرو وقراءتها لمستقبل التسميد في مصر ومستقبل الانتاج النباتي فكرت في انها تنتج سلفات البوتاسيوم المحببه. سلفات البوتاسيوم المحببة هي سماد، هو سلفات البوتاسيوم ولكن انت طورت من الشكل بتاع السماد بحيث انه يناسب طرق الاستخدام المختلف. السلفات البوتاسيوم الذواب هو سماد قابل للذوبان في المية وبالتالي تقدر تحقنه مع نظام الري سواء ري بالرش بالتنقيط بيفوس او خلافه. انما الزراعة الحديثة دلوقتي ما بقتش هي كده وبس، اصبح انك انت في المساحات الكبيرة انت عندك جزء من الأسمدة وجزء مهم وفعال لابد انك انت تضيفه للتربة، ومن هنا كان التفكير في ان انا اعمل سلفات البوتاسيوم المحببة بتتميز بانها حبوباتها متكنسة، القوة بتاعتها كبيرة وبالتالي بتستحمل انها تحصل لها عملية توزيع بماكينات توزيع الأسمدة لما تاخد خطة ما تفتتش وتتنطر إلى مسافة فيحصل توزيع جيد. وبالتالي أنت كمان هنا في الأسمدة الذوابة أنت محكوب بكمية معينة ما تقدرش تضيف أكتر منها في المية، وإلا يحصل بيرنينج أو بيحصل حروق أو بيحصل مشاكل للنبات، فأحيانا بتبقى محتاج تحط كميات كبيرة ولكن أنت مش قادر. إنما اللي يقدر يساعدك في هذه العملية أنك تضيف للأرض، وبالتالي كان انتاج سلفات البوتاسيوم المحببة هو كان بسبب هذه العملية، انك انت تقدر تضيف في اوقات معينة يكون له مدى او عمر زمني كبير في الارض فيقدر النبات يستفيد منه على مدى طويل، تكون عملية الانفراد بتاعته عملية فيها يعني ثبات على مدى زمني كبير. لانه المشكلة في الاسمدة الارضية انت لما بتضيف اسمدة ارضية بيحصل انه تركيز السماد بيزيد بعد الاضافة وبعدين يقل وبعدين يزيد، فالكيرف بتاعك زي الناوس. انما لما بتبقى حاطط حاجات معينة بتضمن انه السماد ده بيدوب ببطء، فهنا الذبذبة في الكيرف بتاع الزوبانية بتاعت السماد بتبقى قليلة، وبالتالي انت بتضمن تركيز تقريبا ثابت، وبالتالي بتضمن انه النبات عنده فرصة انه يمتص على مدى زمني طويل. عشان فقرتي تبقى متسقة مع عنوان الحلقة، إيفر جرو من الشركات الرائدة ولا تصنع سلفات البوتاسيوم فقط لغير، وإنما تصنع الإمبيكيهات بجميع درجاتها سواء السماد المتوازن سواء عالي الفسفور أو عالي البوتاسيوم ثم نترات الكالسيوم، ثم لديها مركبات كثيرة جدا. هل هناك نية أو اتجاه لأننا أضيف روافع المناعة زي السكوربيك أسيد زي السلسلك أسيد زي الجلوتاميك أسيد زي الأشياء اللي بترفع مناعة النبات على أساس أن أنا أهل النباتات الموجودة حاليا ما لم يتدخل علماء الوراثة والتربية في أن هم ينتجوا لي أصناف على المدى البعيد توافق التغيرات المناخية؟ إيفر جرو سباقة وهي شركة رائدة وعليها أن تقود أو تبدأ زمام المبادرة، هل إحنا نقدر نوجه النصيحة أو النداء ده لإيفر جرو وأنت خير من يمثل إيفر جرو؟ شوف هقول لك حاجه، هو يعني مع يعني مع احترامي لزملائنا علماء الوراثه واهميتهم في ان هم يعملوا لنا اصناف ويطوروا لنا الاصناف، الا ان عمليه التربيه وتطوير الاصناف عمليه بتحتاج الى مدى زمني طويل، وانت مش هتقعد مستني لغايه ما حد يطلع لك صنف يقدر يجابه احتياجاتك او يجابه المشاكل البيئيه او يجابه عوامل الاجهاد او الكلام ده كله. وبالتالي لابد انك انت تتدخل باللي في ايدك من ادوات. اللي في ايدي من ادوات
لان انا عندي انواع مختلفه من الاسمده. الانواع المختلفه من الاسمده دي ليها ادوار فسيولوجيه معينه، ممكن ببعض التحسينات اللي انت حضرتك بتقولها ان انا اضيف بعض منظمات النمو وبعض المحفزات بعض المحسنات بعض المواد المعينه للنبات على انه مناعته تزيد وانه يقدر يتحمل عوامل الاجهاد المختلفه، باضافه هذه للمواد بساعد النبات على انه يتخطى هذه المرحله ويخش يديني الانتاج المطلوب لغايه ما زملاتنا بتوع الوراثه يعملوا. وهي عمليه التغير المناخي عمليه ديناميكيه موجوده، ما هياش متوقف، هتحصل، انت هتطور وتعمل وهيطلع لك حاجه، فانت لابد انك انت تبقى جاهز ببدائل او حلول اخرى غير انك انت تشتغل على الوراثه. ايفر جرو دايما عندها زي ما حضرتك ذكرت هي عندها مكتب فني وعندها عدد من الزملاء الحاصلين على درجة الدكتوراه وعلى علاقة بأساتذة الجامعات ومراكز البحوث، ومفتوحة وبتطرح على الناس، وهي مفتوحة للتعاون مع أي حد للعمل على تطوير أسمدتها أو أسمدة أو أنواع أخرى من الأسمدة القادرة على أنها تعين النبات على أنه تجابي هذا الموضوع، وإحنا شغالين على الموضوع ده إن شاء الله. أتمنى من إيفر جرو أن هي يعني تتماشى أو تتأقلم مع الظروف وتنزل عند رغبة السوق، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية اللي إحنا شايفها وارتفاع أسعار الأسمدة، بأن الشكارة ال 25 كيلو سلفات بوتاسيوم تبقى 5 شكاير خمسات، ننزل لمستوى الكيلو واللتر، تمام، على أساس أن احنا برضو نغطي المساحات الصغيرة والمزارع الصغير. وأنا عارف أن انتوا عندكم في إيفر جرو تسجيلات كتيرة جدا لمجموعة من المخصبات والأسمدة الأكثر تخصصية والأكثر دقة. هل يا ترى في معرض السنة الجاية في الأقصر نقدر نلاقي الحاجات دي غزت الأسواق وعلى أرفف المحلات من اسكندرية إلى أسوان؟ أشوف أقول لحضرتك حاجة، الحاجات دي إن شاء الله في المعرض اللي جاي أو حتى في معرض صحارة قبل معرض الأقصر ممكن تجد تشوف حاجات أخرى من الحاجات دي. إنما أنا عايز أقول لحضرتك حاجة، إنه الإيفر جرو عندها مجموعة من الاستشاريين اللي هم مش بيشتغلوا في مراكز بحثية أو في جامعات فقط، ولكنهم بيشتغلوا مستشارين لمجموعة من المزارع وعايشين في السوق، فعندهم الحس بتاع السوق وبينقلوا الحس بتاع السوق دول للقيادة في إيفر جرو. والله إحنا محتاجين نطور السماد الفلاني، محتاجين إن إحنا نطور العبوة اللي موجودة. أنا معاك إنه لابد إنك أنت يبقى عندك أنواع مختلفة من العبوات وتنزل للمستوى الخمسة كيلو، ولكنه أنت مش تقدر تحول كل إنتاجك، لأنه هو كل مجموعة أو كل مدى من زراعي معين، مزارع كبيرة مش هتنفع تروح تديها تقول لهم خدوا 5 كيلو 10 كيلو 20 كيلو. أنا بتكلم عن المساحات الصغيرة ودي الأكتر في مصر. إنما ما زالت المساحات الصغيرة قبل محتاجة مجهود إرشادي أكبر لتوعية الناس بأهمية الحاجات دي وبالدور اللي ممكن تعمله، وده هو اللي هيخلق الطلب وهو ده اللي ومحتاجة مجموعة من التجارب الأكثر ويعني كثافة في هذه المناطق، هو ده اللي هيبتدي يخلق الحتة الاقتصادية الأخرى. أنا معاك أنه لابد أن احنا ننزل بعبوات صغيرة خاصة بعد ارتفاع أسعار الأسمدة، ارتفاع الأسمدة المزارع ممكن ما يكونش قادر أنه يروح يشتري شكارة 25، إنما يروح يشتري كيس 5 كيلو ويقول لك على ما بيع الزرعة هجيب ثمن الخمسة كيلو التانيين، وبالتالي تستمر عملية التسميد. فأنا معاك أنه لابد يكون هناك توجه للعبوات الصغيرة إلى جانب العبوات الكبيرة. العبوات الصغيرة لها المستهلك بتاعها والعبوات الكبيرة لها المستهلك بتاعها، ولابد أنك أنت إيفر جرو ما تغفلش لا هذا ولا ذاك. الأئمة في كل المجالات هم الأكثر احتياجا الآن في ظل التحديات الاقتصادية التي تواجه إنتاج الغذاء في مصر، وليس هناك في سوق صناعة الأسمدة في مصر والشرق الأوسط إماما أكبر من إيفر جرو، ولذلك كان التركيز على هذا الحديث الموجه إليها وإلى المهندس محمد الخشن رئيس مجلس إدارة هذه المجموعة العملاقة. أوجه النداء مزيدا من الحب لهذا القطاع، وأنت رجل تحب هذا القطاع، مزيدا من الحب بالإضافات التي تتماشى مع التغيرات المناخية، مزيدا من
تفتيت الشكارة الكبرى إلى مجموعة من الكيلوات أو العبوات الصغيرة لتغطية احتياجات المزارع الصغير، وأنا أعلم أن قلبك يستوعب هذه النصائح. بشكر الأستاذ الدكتور عادل عبد الخالق كبير الفنيين العلميين في مجموعة إيفر جرو وأستاذ كيمياء تغذية النبات. بشكر حضرتك يا دكتور. شكرا جزيلا يا فندم، كل سنة وحضرتك طيب. الله يخليك. حضرات السادة المشاهدين مكملين معاكم، خليكم لسه عندنا فقرات كتيرة في حلقتنا من برنامج الأرض من معرض الوادي بالأقصر، خليكم معانا.